أنا مات هاتر. هاي اسمعوا، طوال عشرات السنين عائلتي كانت تعرض أفلام الوحوش القديمة من دون أن تدرك بأن قوة السجلات كانت تطلق أشرار الأفلام في بعد جديد آخر. ترتيب هذه الفوضى صار من وظيفة عائلة هاتر، ولكن بعد أن أسروا جدي صار علي الآن أن أصبح البطل التالي من آل هاتر. تباً لك يا ألفريد هاتر، تباً لك! لقد سجنتني في بعد الأسر بلا أحياء. بلا أحياء يا معلم؟ هل نسيتني؟ كروم، إن فكرة البقاء معك شيء لا يطاق في حد ذاته. أجل، شكراً. مع ذلك معرفتي بأن هاتر مسجون أيضاً تعطينا بعض العزاء، وأنا أملك خلايا الحياة التي سرقتها من السجلات، كل واحدة منها تحوي شريراً مميزاً. أي منها سيكون الأول ليقوم بعمل رهيب؟ الشرير القاسي الميدوسا. نعم، المحارب الأول. أنا أستدعي الفارس الأسود. سيد تنراك، أنت منتصر. مع زوال هاتر كل شيء صار ملك يدي. هيا أيها الفارس الأسود، هيا انثر الفوضى في كل مكان. أنا سأساعدك. قد وصلنا يا عائلة هاتر، هذا مسرح التاج في لندن، مقرنا الجديد. رائع، أنا أتوق إلى رؤية جدي مرة أخرى. جدي، جدي! غريب، ألم يقل والدي إنه سيكون في استقبالنا؟ جئنا كل هذه المسافة من نيويورك إلى هنا لهذا؟ نعم، أليس هذا رائعاً؟ تعال مارلون، هيا لنستكشف. متأكد فهمت رسالة ألفريد؟ أبي كان واضحاً جداً ماج، تعال إلى لندن وساعدني في إدارة المسرح. كأنها، تعال خذها من يده حتى يغيب في إحدى مغامراته الخطيرة. مارلون، بحثنا في كل مكان ولم نجد أثراً لي. جدي؟ ها؟ هل هذا؟ إنه هو! جدي كان يقرأ لي قصصاً مدهشة من هذا الكتاب حين كنت صغيراً. ها؟ هي! واو! ها؟ عندي ما يكفي من الطاقة لأرسل هذه الرسالة، فاسمع جيداً. إن مصير العديد من الأكوان على كتفيك يا هاري. جدي، أنا مات، أين أنت الآن؟ نحن آل هاتر أقسمنا على مسؤولية حماية ذلك الكوكب، وأنت هو بطل آل هاتر التالي. بطل آل هاتر؟ ما الذي تقوله يا جدي؟ هاري، عليك أن تأتي إلى هنا، سيكون هناك حارس ومقتفي أثر معك، عليك أن تثق بهما، ثم عليك أن تثق بنفسك. نظارات الرؤية المتعددة داخل كتاب السجلات، ضعها على عينيك واتركها تقودك إلى هنا. أسرع، لأن الوقت صار قصيراً. لا، لا تذهب يا جدي.
جدي جدي، هل تسمعني؟ ما الذي يحصل؟ هناك ما يدفعني إلى الداخل، أنا لا أستطيع التوقف. واو. هاي. أثر بسيط من طبقة الأوزون. سلاح اختلال كهربائي ستاتيكي، بالإضافة إلى نوع من السائل الزيتي. مركبة ميكانيكية أو ربما شاحن. قد يكون الفارس الأسود. أظننا نلتقط إشارة هذا الشرير. هذا مستحيل. بطل الهاتر الجديد، وأخيرا يا روكسي. غوميز، هنا يبدأ كل شيء بالنسبة إلينا. من الذي حرك الأرض؟ مستحيل، هذا ليس البطل هاتر الجديد، إنه مجرد ولد. إن كنت لم تلاحظي، نحن كذلك. انظري، معه نظارات الرؤية المتعددة. ما الذي حصل؟ ما هو هذا المكان؟ أهلا بك في الكوكب. هاي، هذا جدي. ألفريد هاتر هو جدك أنت؟ إذن تخطى جيلا. إذن بدل هاري هاتر أرسلت السجلات لنا. مات هاتر، أنا ابن هاري هاتر. مهلا، عودي قليلا. من أنتما إذن؟ أنا هي روكسانا ألكسيس، مقتفية الأثر الأولى. ناديها روكسي، أنا غوميز آخر الحراس، وأنا هنا للسهر عليك وعليها. أنت تعني أنك التحقت بنا للنزهة؟ حسناً، لكن لم أفهم ما هو الكوكب. أنت تقف فيه، على الأقل على قسم منه كما تعرف. معك السجلات صحيح؟ أقصد سجلات التفاعل والإثارة والمغامرة. الكتاب الكبير. هل تعني كتاب جدي؟ افتح مات وسترى العجائب الكثيرة. واو! الكوكب هو البعد المخفي للعديد من العوالم، عالم الآثار، بحار الرمال، مدينة المهرجان وغيرها الكثير. واو! مهلا، أنا أعرف هؤلاء فعلا. يجب عليك، من زمن بعيد وحوش وأشرار تسربوا إلى الكوكب وحولوه إلى مكان مظلم وخطير جدا. إذن أشرار الأفلام القديمة صاروا أحياء؟ جدك ووالده قبله سافر إلى الكوكب عبر البوابة، وواحدا واحدا أثروا أكثر من شرير في قبو أشرار السجلات. أعتقد بأنك رأيت تينيروك كبير الأشرار وعدوك الأول. ماذا؟ أنا لا أريد عدوا، خصوصا ليس هو. لا خيار لك في هذا أيها المزعج، وحدك قادر على الإمساك بأشرار تينيروك وإعادتهم إلى قبو الأشرار. ولكن من المفترض أن يكون أبي البطل هاتر، ليس أنا. سأعطيه النظارة فحسب. لا تستطيع، عندما تحدد النظارة شخصا من الهاتر تقفل على الحمض النووي، ولن تعمل مع شخص آخر غيرك الآن. كف عن التباطؤ وابدأ البرنامج، عندنا شرير علينا القبض عليه. هل ذكرت لك أنني رئيس نادي معجبي هاتر؟ وعندي نادي للمعجبين؟ مدهش. إذن الهاتر الجديد مجرد ولد؟ إهانة، هذه إهانة في رأيي. يبقى الهاتر هاتر، ولد أم غير ولد يجب أن نتخلص منه. أيها الفارس الأسود، عندك مهمة جديدة، اسحق مات هاتر. ما الذي تفعله؟ تقتفي الأثر روكسي، تجد الأثر الذي قد لا نعرف بوجوده أنت وأنا. حسناً،
ومن نتتبع الآن؟ الفارس الأسود، محارب وطيف لا يهزم، في درع لا يخرقه شيء، يمتص كل قدرات المحاربين الآخرين. قرأت السجلات؟ لا، أنا شاهدت الفيلم. جوميز، هل الفارس الأسود يركب ما يشبه الدراجة الطائرة؟ المهاجم؟ نعم. دعني أحذر، في الفيلم. لا، إنه هناك. دافعوا عن أنفسكم. جوميز، تحرك. لا تقلق علي، أنا خبير في الهروب والاختباء. جوميز، تحرك. عذر واه لمحارب. مع الفارس الأسود أفضل دفاع هو الهجوم. مات مفجر الخلايا، هذا هو ما سيردعه. مفجر ماذا؟ قضي علينا، لابد أن أستطيع أن أفعل شيئا ما. والآن كيف؟ حان وقت جعل مهاراتك القتالية ملكي أنا. روكسي، لا عليكما، أنا بخير. لا أظن أنه سيزعجنا بعد الآن. لا تثق بهذا. حان وقت الخطباء. عندنا خطباء؟ بالطبع، اهربا. لا مفر لكم، الملجأ الوحيد سيكون قبركم. هاتر آخر يقهر. في الوقت المناسب أيضا، فقد بدأ هذا الولد على وشك أن يقهرك. ها؟ من الحجر أتيت وفي الحجر ستبقى. أيها الفارس الأسود، هذه مهمتك، كأس التناغم، أعثر عليها وأحضرها. لقد علقنا، ساعدونا. أوه، 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 أكره الأماكن المقفلة، لا أستطيع التنفس. اهدأ يا جوميز، أخبرني عن مفجر الخلايا، أين هو؟ وما هو؟ نعم جوميز، أنت الخبير في علم الهاتر، هيا أخبره بينما أجد لنا مخرجا. حسناً، مفجر الخلايا هو خط الدفاع الأول والأخير لهاتر، إنه سلاح متكيف، والأهم في إمكانه سجن الأشرار في قبة الأشرار. قبة الأشرار؟ حيث تحفظ خلايا الحياة في صفحات السجلات. ألقي نظرة. إنها فارغة، كلها فارغة. تينراك سرق خلايا الحياة وصار دورك أن تستعيدها. دعنا نرى، مفجر الخلايا، خلايا الحياة، قبة الأشرار، فهمت. أين نجد مفجر الخلايا الآن؟ هنا بالذات في منطقة الآثار. ألفريد، جدك عرف أنه يواجه خسارة ما، ولكي يحفظ مفجر الخلايا أقفل عليه بالحمض النووي، وهو في الصخر ينتظر البطل هاتر التالي. كيف تعرف كل هذه المعلومات؟ هاي، هذه وظيفتنا كحراس. من هنا أظن أننا وجدنا المخرج. هاتر ما زال حياً؟ حسناً، عندي العلاج لذلك. كرو، أحضر لي فخاخ الفضاء والمادة. لا يهم، تبديل الفضاء والمادة. هيا، هذه ستنقلنا إلى أسفل الهوة. نركب المزلجة. واو، الأمور تتحسن. انتبها، صخور طائرة. واو.
هل هذا عادي هنا؟ إنه خطأ الخطأ. تانيروك يتحكم بها لإخافتنا. لقد علقنا في فخ الرشة. مات جوميز وأنا لا نرى الأخطار الكامنة. انتقل إلى الرؤية المتعددة. إلى أين؟ قل انتقل إلى الرؤية المتعددة. الرؤية المتعددة؟ ما الذي يجري؟ نحن داخل أحد أفخاخ تانيروك. واو، إنه قريب جدا. ماذا ترى مات؟ زجاجا طائرا. قنابل؟ لا، حراس البلور. احتمياه. ماذا أفعل؟ ابحث عن خطأ، عن نقطة ضعف، ويكون مخرجنا. انتبه. مات، أسرع. بلورات زجاج، أصبت الهدف الصحيح. إنها تتكسر. المزلاجة اكتملت، والآن ماذا؟ أنا أعرف أين نحن، اتبعاني. مزعج، درعك سوف يقيك من النور المؤذي. الآن خذ الكأس، سيكون المكان مظلما بالكامل. سيحل هذا. ها هو يا مات، مفجر الخلايا. كل ما تحتاجه الشجاعة والقوة والتركيز. هذه مميزات أنا وحدي أملكها بكثرة. أو بالطبع يجب أن تكون من الهاتر. وهذا لا شيء. مات، ركز، ثق. جدي، أنا لن أخذلك أبدا. ها، أنا زعزعته. صرنا مستعدين للفارس الأسود. ها هو. وانظر، معه كأس التناغم. هل هذا سيء؟ سيء؟ إنه نور التناغم المبارك. من دونه سينتهي المكان بالفوضى، خراب لا حياة فيه. إذن فلنوقفه. إذن بقيت حيا، ربما أنت محارب جيد. نعم، هيا حارب. هل يعرف ماذا يفعل؟ لا، ولكن لديه أسلوب رائع. كيف يعمل هذا الشيء؟ عرفت. روكسي الكأس. أحسنت يا جوميز. تنحى جانبا. روكسي، لا تفتحيها، النور سيعميك. هل ترغب في جولة ثانية أم اكتفيت؟ هذه الكلمات الشجاعة ستكون آخر كلماتك. بسرعة يا جوميز، كيف أهزم هذا الوحش؟ أين هي نقاط الضعف في درعه؟ ليس هناك نقطة ضعف. النور القوي في إمكانه أن يؤذيه، لكن مع درعه هذا لا يهزم. رائع، الآن تقول لي. مات. لا، ماذا فعلت؟ مهاراتك القتالية صارت ملكي. روكسي الكأس. هذا يحرق. مات، صار صورة ثلاثية الأبعاد، أسجنه. النصر لك يا هاتر. شرير مميز، عاد إلى مكانه. نجحنا. ومجددا يحطم هاتر خططي، لكني سأرسل أشرارا آخرين أكبر وأقوى وحتى أقدر من الفارس الأسود.
ولكن حالما تعود إلي قواي. سيدي سيدي، ما زلت تملك قوة كافية لتحررني. واو جدي! يا ماثيو، أنت بطل هاتر التالي. هذا جنون، كانت غلطة، لكني سجنت الفارس الأسود. لقد أحسنت مات، والآن اسمع، صار بيدك الآن إبقاء الكوكب آمناً. ولكن أولاً وقبل كل شيء، عليك الاهتمام بنفسك. ولكن كيف أنقذك يا جدي؟ جدي! مات، ألم تفهم؟ كلما ضعف تانروك قوي جدك أكثر يا مات. عليه أن يقوى ليخرج من ذلك السجن. إذن علي أن أسجن كل الأشرار لأحرر جدي. كيف أفعل هذا بمفردي؟ لست بمفردك مات، نحن معك. حان وقت العودة إلى المنزل. علي أن أذهب للاعتذار، أراكما قريبا. تذكر مات، الكوكب يجب أن يبقى سريا. لك هذا. وأنت أين كنت؟ كنت أبحث عن جدي ووجدت رسالة منه، شيئاً عن أنه عالق في جانب آخر من العالم. أرى أن مارلن أعجبه المكان كثيراً. المسرح صار منزلنا الآن مات، وكل ما علينا الآن هو إبقاؤه آمناً حتى عودة جدك إلى هنا. هذا هو المطلوب. واو، بروية يا يوني. يوه، لن يصدق مات وروكسي أنني حلقت طوال الطريق وصولاً إلى هنا. لابد أنهما في مكان ما.